وين راح السي دي؟ كان بقلب اللابتوب. مو مشكلة حافظته هون بموبايل. شو؟ ليش ما عم لاقي الفيديو؟ مو معقول. كمان مو هون. أنا ما عم صدق. إذا ما لقيته ما حدا رح يصدقني. كيف بدي أثبت لهم إنه شريا هي السبب بكل شيء؟ وين السي دي؟ متأكدة إنه أنت اللي أخذتي منشان ما حدا من العيلة يقدر يعرف ألاعيبك الوسخة. يلا احكي، وين السي دي؟ ليش بتكرهيني كل هالقد؟ عن أي سي دي عم تحكي أنت؟ طلعي فيني سانجانا، قلت لك نحن بدنا الدليل، والسي دي دليلك الوحيد صح؟ وينه لكان؟ كيف بدك تلاقي شيء مو موجود أصلا؟ لك أنت ما بتملي من الكذب؟ ما بقى ترمي تهمك يمين وشمال. أمي، بابا، لإمتى بدنا نتحملها ببيتنا؟ بترجاكم وافقوا وطالعوها من البيت. نحنا كنا عايشين بسلام لوقت ما هي إجت. لا بوشا، ماني كذابة، وكل يلي قلتلكن إياه مظبوط. سيدي كان موجود معي. أجاي، أنت بتعرفني كتير منيح، ما هيك؟ ليش بدي كذب عليك؟ أنا خبرتك من قبل عن تصرفات شريا. قول، برأيك أنا عم كذب شي؟ سانجانا، خلينا نروح. لا، نحن ما رح نروح لمحل. لا أنا ولا أنت رح نطلع برات هذا البيت قبل ما تنكشف الحقيقة للكل. أجاي، بس أنت ما في بإيدك ولا دليل. خلينا ننهي هالمشكلة، بترجاكي بقى امشي. طيب، بس إذا في حدا بده يطلع من هالبيت بيكون أنا. لا، لو سمحت أنا لحالي رح أطلع. أنت بتضل هون، خليك جنب عائلتك. إذا بتريد بكفي كل شي واجهته بسببي وبسبب أجوه.